الغالبية ديال الأحيان كناخدو أن الصمت هروب، أو الصمت هو يقين على أن ما يقال هو صحيح. وهذا غلط، لأن الصمت ماشي هروب. الصمت ليس بتيقين على ما يقال، إنما الصمت علو، الصمت رقي في الفكر وليس بهروب. إنما شكون كيفهمها؟ أصحاب العقول الراقية وليس بأصحاب العقول المريضة أو العقول الهشة. أقولها وأعيدها، وضح ولا أفسر، منين توصلوا اللي وصلوا دوك صمد في سنين، منين توصلوا ديروا اللي دار به عبد صمد في سنين، من يامات مكناس والكشفية الحسنية وعبد صمد صغير تيدور في النوايل وفي الدواير باش يدير حملات التلقيح وحملات كذا وحملات كذا وحملات كذا، اللي لا أنتظر منها مقابل، وعمري ما كنت أنتظر مقابل، وحد الآن لا أنتظر مقابل غير أنكم تديوها سوق راسكم. منين توصلوا اللي وصلوا دوك صمد، ديك الساعة ممكن غنفسر لكم. إنما الآن أوضح لأصحاب العقول الهشة، وكنحكي لأصحاب العقول النيرة الراقية اللي كنتلاقاهم في الزنقة، ما كنعرفهم ما تعرفوني، حتى تيجيو يصوتوا عليا ويقولوا لي دوك صمد كنبغيوك أولا. نتلاقاهم دون زان ميترو، مرا كبيرة، راجل كبير، اللي تلقى الدعوات ديالو من مورايا وتيدعي معايا، ماشي لحقاش تشهرت عن طريق الشهرة، أولا تشهرت عن طريق لو سوكسي ديال عباد الله الاخرين، أولا تشهرت عن طريق انني تندير البورنو باش نبان، أولا تشهرت على انني ظهر ديال وحده او لوليه او ديال راجل بكم. تشهرت بعملي، تشهرت بالكد ديالي، وتشهرت بلونغاجمون ديالي تجاه قضيه اؤمن بها. وهذه القضيه التي اؤمن بها هي قضيه الانسانيه، وكنتمنى من اصحاب العقول الهشه انهم يفهموها. نكون مثلي ولا نكون غيري ولا نكون ازدواج الجنس ولا ازدواج الشخصيه او ثلاثي الابعاد في الشخصيه، هذا شيء يخصني. ومنين توصلوا اللي وصلوا دوك صمد في سنين، اجيو نعطيكم التفسير. انما مازال ما وصلتوش اللي وصلوا دوك صمد في سنين، دوك تنوضح لكم على انني ما عندي حتى شي اشكال انني نكون مثلي ولا نكون غيري ولا نكون ازدواجي او لا نكون ثنائي او ثلاثي الابعاد في شخصيتي. المشكل فيكم لانكم ما كتقبلوش، اما انا اتقبل كل شيء. لبس بيروك او لبس حنديره او لبس كسوه ديال الرقص او لبس فو بروفيل او نتخبى من مورا بروفيل باش نعاير سيادي او لياتي، هذا الشيء يخصني ولا يخص احد. لبقتوا لي فيديو من مورا مجموعه ديال المراحل اللي دازت في الحياه ديالي، واقولها واعيدها، اوضح ولا افسر، لحقاش ما كنجيش نقول لكم والله والله ما انا عباد الله عدر، ونكون انا ونكون انا اللي داير كاع هذا الفيديو هذا، ما سوقكمش حياتي. واللي عجبو الحال مرحبا به، واللي ما عجبوش الحال كذلك مرحبا به، بغيتو يبقى باش تطلق له مرارته. وفي الاخير ما كاينش شي شقف او لا شي نقف او لا شي حشره سابروفيت. شنو هي سابروفيت؟ قلبوا عليها في المنجد، عنده الحق على انه يجي يحكم عليا او لا يجي ياكوزيني او لا يقول لي شي حاجه. لان كذلك للتوضيح، منين توصلوا اللي وصلوا دوك صمد، اجيو عايروا حجبانه او لا عايروا فمه او لا عايروا في مؤخرته او لا في مقدمته، ولكن مازال ما وصلتوش اللي وصلوا دوك صمد. دونك ملاحظاتكم تحت الصفر، كنت اتمنى تكون ملاحظاتكم هي هذه الكتبه هذه، انما الكتبه كتعطيني العلم، وبغيتها تكون اكثر واكثر، لانني ما يمكنليش نزيد نطلع على هذه الكتبه هذه باش يمكن لي نرقى عليكم. اقول قولي هذا، وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد وعشر مبروكه، وصوموا صوموا ماشي جوعوا، صوموا لتصحوا. واقول الصحه الجسديه
والفكرية. قولها وأعيدها، أنا هنا للتوضيح وليس للتفسير. إلا وصلتوا اللي داروا دوك سامان ديك الساعة أجي وحكموا عليه، دي ممكن أنكم ما وصلتوش اللي وصلوا دوك سامان، ما عندكمش حق. فكرة نسيتها، أثارتني بلوتو. من كان بوستي معلومة أو كان بوستي نصيحة أو كان بوستي شي حاجة اللي عندها علاقة بالصحة، كيكون أنه بغضو لايك وتفاعل مهم مكيفوتش. علي و غران بلافون 10,000، من كتسمعو فضيحة تنوصلو 30,000 40,000 50,000 500,000 باش تعرفو بأن الشهرة سهلة. إنما لو مانتيان ديال الشهرة هو اللي صعيب. أولا، ثانيا، باش تشهرتي، واش تشهرتي عن طريق بسودو فعل الخير وانتي وانت كتهبطو بنادم، أولا تشهرتو لأنكم زدتو قيمة مضافة في المجتمع واللي مشهورين الغالبية ديالهم، ولاو اليوم مشهورين فاعلة تاركة لالهم كذا وسيدهم كذا وجنو سي با كوا، مشهورين بالفضائح ديال عباد الله. تعلموا شي حاجة في حياتكم، زيدوا قيمة مضافة في الحياة، وكون سبع وكلني، لأن سيدهم كذا ولا لهم كذا اتدها. شنو مهمتكم؟ شنو؟ خلاص أشباه الصحفيين، عام ما عيطلي حتى شي صحفي. اليوم لقيت 34 أبل أون أبسونس ديال صحفيين، بغينا نعرفو دوك زعما ضعفك شنو واقع. هادي عام فين كنتو؟ تال دابا يا أشباه الصحفيين، زيدوا قيمة مضافة. وهذه نصيحة كنقولها لكم لله في لله، زيدوا قيمة مضافة. لحقاش رغم على أنني ممكن نخرج ونسب ونشتم، كنصح لأنني كنآمن بأن الإنسان يغير، الإنسان يتبلور. جمعنا وطن واحد اللي كنقيدو له الاحترام، وجمعنا أرض واحدة هي لونيفيرس اللي كنكنو لها واجب، والواجب ديالنا هو أننا نزيدو قيمة مضافة، ماشي نتموجو فوق للياتكم وسيادكم باش تزيدو قيمة مضافة على قيمتهم. لأن فينالمون شنو خدمتكم؟ عايشين بيوتيوب، عايشين بالشهرة ديال الانترنت. كون كان هادشي كيدوم كون دام للوالا، إنما لا يدوم إلا الصحيح. أقولها وأعيدها، وضح ولا أفسر. ومنين توصلوا اللي شنو داروا دوك صامات، ديك الساعة أجو عندي نفسر ليكم، ماشي نوضح أكثر. احترامات الناس اللي كتحترمني، بلا ما نكمل، نهاركم مبروك. السلام عليكم. غير باش نواجب إجابة جماعية، حقاش ما شاء الله بزاف ديال لي ميساج اللي كيقول لك احترم رمضان واحترم كذا ودير كذا وفعل كذا. رمضان احترام راه الحياة كاملة ماشي غير شهر. دخلوها في راسكم، وكنقولها وكنعاودها. هادوك اللي كيقول لك كتهضر على فلان وما كتهضر على فلان، انا فلان اللي كنهضر عليه هو الشبح. تعرفوا ما معنى الشبح؟ اللي معروف عندي واللي عند الناس الشبح، ما كنهضر على حتى شي واحد اخر. وسيروا عاوتاني خمموا.